السنة لا رحنا مكة ولا وصلنا كربلاء، نسأل الله يزيل عنا هالمصايب والبلاء، نسأل الله يزيل عنا هالمصايب والبلاء. يلي ذي من أرض مكة يوم ثامن طلعت في أراضي نينوى بيوم عاشر ذبحت، هالسنة لا حج نحج ولا نروح زيارت ولا نروح زيارت، هالسنة لا رحنا مكة ولا وصلنا كربلاء. جوابك هالسنة لا رحنا مكة ولا وصلنا كربلاء. نسأل الله يزيل عنا هالمصايب والبلاء، نسأل الله يزيل